لا زالوهم الخاسر الأكبر في خضم الثورة السورية، ضاعت ألعابهم وغدا مزحهم جد. ربما يكون عمر الثورة 3 أعوام، لكن أعمار هؤلاء الأطفال زادت أضعاف هذا العدد ليصبحوا معيلين لعائلاتهم، حاملين أعباء الحياة مبكرا على كاهلهم الغض. ليس هذا وحسب، بل طاردتهم ويلات القصف، فطائرات النظام تراهم كبارا ربما لصغرها مقارنة بقوتهم واتساع أحلامهم. عدد الشهداء من الأطفال بلغ أكثر من 11,000 طفل شهيد و500 مفقود حسب المنظمة الوطنية السورية للتوثيق، وآخر الضحايا أطفال مدرسة عين جالوت في حلب، والذين رسموا لوحات تصف حال بلادهم، لكنها سرعان ما تحولت تلك الرسومات إلى حقيقة ليقصف الطيران المدرسة ويصبغ جميع اللوحات باللون الأحمر. أما القسم الآخر أضحوا أيتاما يبحثون عن لقمة العيش، فالإحصائيات عددت أكثر من 500,000 طفل يتيم، ولأن طموحاتهم كبيرة يسعى الكثير منهم للحصول على التعليم علهم يبنون مستقبلهم فوق ركام حاضرهم. أشتغل بعد المدرسة مشان أطلع مصروف. يعملون باعة متجولين في شوارع حلب المدمرة أو غيرها من المدن السورية، وبعضهم يعمل في مهن أصعب، يوازنون بين دوامهم المدرسي وعملهم، حتى غدا مدرسوهم يفعلون المثل أيضا، ليتسنى لهؤلاء الطلاب أن يعملوا بعد حصصهم المدرسية. بيع المعجنات المصنوعة منزليا أحد أبواب الرزق لهذا الطفل، ويدرس القرآن ليتجلى أسمى معاني الرجولة في براءته، وطفل آخر يعمل في أحد المطابع التي تصنع الملصقات، وغالبا ما يستنشق مواد الأصباغ وما تحتويه من أضرار، ليغدو ليس ببعيد عن أطفال الغوطة والذين استنشقوا مواد سامة أرسلها لهم نظام الأسد. ينظر الكثيرون ممن يتخذون حقوق الأطفال مهنة لهم أن عمالة الأطفال في وضعها الطبيعي هي جريمة، فما بالنا بمن يعمل من الأطفال تحت قصف البراميل والتي ربما أودت بمن كان يعيل هذا الطفل، أي أنها 3 جرائم بحق أطفال سوريا فرضها عليهم من يقصفهم ليل نهار أو من سكتوا عن أفعاله.